بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أود بداية باسمي وباسم هيئة الرئاسة أن أهنئكم أيها الإخوة بنجاح عودة مؤسستكم التشريعية إلى الالتئام لأداء واجبها في هذا الظرف الظروف الاستثنائية، متجاوزة التحديات والعراقيل التي حاول الإنقلابيون أعداء الديمقراطية والحياة وضعها لإحباط اجتماعنا هذا كما يعرقلون خطوات السلام. إن هذا الاجتماع التاريخي الفاصل قد أزال حواجز الإحباط والياس الذي أشاعه الإنقلاب في حياة شعبنا اليمني، محاولاً تكريس أمر واقع رفضه شعبنا بكل فئاته رغم آلة البطش والتنكيل والإرهاب التي طالت أبناء الشعب اليمني قاطبة من أقصاه إلى أقصاه، ولم يستثني منه نواب الشعب أيضا. وهنا أعبر عن أسفي الشديد لما تعرض له بعض الإخوة المشاركين معنا في هذه الدورة من اعتداءات همجية على ممتلكاتهم وأموالهم وأهليهم في مناطق سيطرة الإنقلابيين، مؤكدا أن كل ما تعرضوا له مضافا إلى سجل دفاعهم عن الوطن ونضالهم في سبيل إسقاط هذا الإنقلاب، بل أنه وساما مرفوعا على صدور كل وطني شريف يدافع عن وطنه وعن شرعيته وعن نظامه الجمهوري الوحدوي ودولته الوطنية. وأبلغكم أيها الإخوة الأعزاء مباركة الكثير من زملائكم أعضاء المجلس في صنعاء الذين حالت قيود وحواجز الانقلاب دون انضمامهم إلى مسيرة العمل النيابي الدستوري الحر، لكنهم معكم بقلوبهم وعقولهم ومواقفهم وانتماءاتهم الوطنية يعيشون إنجازكم ونجاحكم، سائلين الله أن يزيل هذا الحاجز الانقلابي لينضم ركب المسيرة الوطنية التي آلت على نفسها ألا تالو جهدا أو تترك واجبا حتى استعادة الدولة والوحدة، معتمدا على الله وعلى إرادة شعبنا الصابر المقاوم وقيادة وإصرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي الذي آل على نفسه ألا يترك شعبه فريسة لهذه الفئة الباغية التي تفتري على الله وعلى رسوله وعلى الشعب اليمني العظيم. أيها الإخوة، إنني وباسمكم جميعا وفي الوقت الذي أبارك فيه نجاح هذه الدورة بيعات التئام المجلس وتمهيد الطريق أمام استقرار عمله بشكل المؤسسي وتمكيني من فتح قنوات العمل الدستوري مع الحكومة وبقية المؤسسات وإنجاز ما تم مع الحكومة في وقت قياسي، فإن مجلس النواب وهو يعيد تقويم بيئة عمله في هذا الظرف في هذه الظروف قد رأى أنه لابد من إعطاء الألوية لاستكمال بنيته المؤسسية لتنظيم إدارة أعماله طبقا للهيكل الإداري وتشغيل مكونات عمله في الإدارات المتخصصة والأمانة العامة وتشكيل لجانه وفق اللائحة الداخلية مع إيجاد المقر المناسب لاجتماعات أعضائه وعمل منتسبي، وهو أمر يقتضي جهدا متواصلا خلال الأيام القادمة. وبهذه المناسبة وباسم نواب الشعب أقول لشعبنا العظيم الذي يعول على نوابه مهام المبادرة إلى ابتكار الحلول العاجلة لرفع المعاناة وتحسين الأوضاع المعيشية واستكمال استعادة دور الدولة أن مجلسهم الموقر وهو يعلن نهاية هذه الدورة قد عقد العزم على العودة إلى مباشرة مهامه بعد عيد الفطر المبارك بإذن الله، مؤكدا لشعبنا العظيم أنه سيكون عند مستوى الثقة والطموح وأنه سيستنفر كل الطاقات ويشحذ كل الهمم لتبني مطالب الشعب ومساعدة الحكومة على عودة الخدمات وتحسين المؤسسات الأمنية لتمكينها من القيام بواجبها في القضاء على حالات الانفلات الأمني ومحاربة الفساد وضمان تحصيل وإنفاق موارد الدولة وترتيب عودة المرتبات لجميع العاملين في كل المؤسسات، كل ذلك إن شاء الله معتمداً على عزيمة نواب الشعب المستوعبين لواجباتهم نحو مواطنيهم ومسترشدين بدعم فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي بدوره جعل العمل المؤسسي وسيلته وهزيمة الانقلاب هدفه واستعادة الدولة غايته ومبتغاه وحماية الشعب من الظلم والحاجة والفقر أغلى تطلعاته وأمانيه. وفي هذا الصدد نجدد ثقتنا بشقائنا في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ودولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بأنهم سيواصلون الجهد في دعم مجهودنا لاستكمال التحرير بهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة ونظامها الجمهوري وحماية وحدتها انطلاقا من إدراك أشقائنا لحجم المعاناة التي خلفها الانقلاب مما يستوجب مضاعفة الجهد والعطاء لاستعادة الخدمات وتحسينها
ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع خطط الحكومة في إعادة البناء والإعمار، سائلا الله عز وجل العلي القدير أن يحفظ شعبنا بعنايته وقدرته ويأخذ بيد قيادتنا إلى النصر المبين على الانقلاب وعلى أعداء الشعب. وفق الله الجميع كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجلسة مرفوعة، موافقين على البيان الصادر عن المجلس؟ الجلسة مرفوعة.